شغل محركك استعداداً لمنتج جديد من أكتيفيجن. ضع حزام الأمان استعداداً لإبداع جديد من بينوكس. مخلوقات هذا الكوكب، لقد جئت لأنافس. إذن تحبون السباق أيتها المخلوقات الأرضية البطيئة؟ حسناً، أنا نايترو أوكسايد، أسرع متسابق في المجرة. ألف الدنيا بحثاً عن مخلوقات أتسابق معها. إنها لعبة صغيرة أسميها لعبة النجاة للأسرع. طريقة اللعب بسيطة. أتحدى الأفضل في عالمكم في سباق وتكون الجائزة هي كوكبه. إن فاز متسابقكم سأترك كوكبكم التافه وشأنه، لكن إن فزت أنا سأحوله إلى مرآب إسمنتي لي وسأجعل منكم أتباعا. استعدوا للسباق لتحديد مصير كوكبكم. أهلاً بك في طور المغامرة. يمكنك التنقل في أرجاء المنطقة وتحسين مهارات القيادة لديك. تمثل النقاط والنجوم على الخريطة منصات الانتقال للسباقات. يدل توهج هذه النقاط أنها مفتوحة للعب. لدخول مضمار سباق قد إلى منصة الانتقال التي بها دوامة، وستأخذك إلى خط انطلاق المضمار. أنهي السباق في المركز الأول وفوز بالكأس. كلما اكتسبت كؤوساً أكثر فتحت مضامير أكثر. حظاً طيباً وقد بمهارة. تحتاج لمفتاح الزعيم لفتح الباب. لتسابق الزعيم فز في المضامير الأربعة في المنطقة. اهزم الزعيم في السباق وسيكون المفتاح لك. لدخول المضمار اجمع العدد المطلوب من الكؤوس لتشغيل منصات الانتقال، ولتحصل عليها تسابق في مضامير مفتوحة وفز بالمركز الأول. هذه شاشة تحميل الحفظ، هناك خمسة منها، واحدة في كل قسم. لحفظ أو تحميل لعبة ما يمكنك الذهاب إليها. للوصول إليها قد نحو الشاشة ثم اتبع التوجيهات. ستحتاج مفتاحي زعيم لفتح هذا الباب. لتسابق الزعيم فز في المضامير الأربعة في المنطقة. اهزم الزعيم في سباق الزعيم وسيكون المفتاح لك. لمواجهة الزعيم عليك الفوز بالمركز الأول في السباقات الأربعة. كلما جمعت فاكهة الوامبا تزداد سرعة سيارتك. جمعك لعشر فواكه وامبا يمنحك قوة الفاكهة وسيجعل وحدات الطاقة فعالة أكثر. حين ترى صندوق متفجرات على رأسك ابدأ بالقفز على الفور. إن نفذت عددا كافيا من القفزات سيسقط عن رأسك صندوق المتفجرات قبل انفجاره.
اكتسب التسريع عبر القفز والهبوط. كلما بقيت في الهواء ستحصل على تسريع أكبر عندما تهبط. لتسريع أكبر حاول البقاء في الهواء عبر استخدام زر القفز قبل المنحدرات. اجمع كل الكريستال في الحلبة قبل نفاد الوقت. إن جمعتها ستفوز بجائزة. اجمع الأحرف C و T و R في كل مضمار وفز بالمركز الأول وعملة CTR. انتبه، بعض الأحرف يصعب العثور عليها. أكمل السباق سريعاً عبر الانطلاق وكسر صناديق الوقت. عند كسر الصناديق سيتوقف الوقت. أكمل السباق في وقت قياسي واحصل على قطعة أثرية. تجاوز المنعطفات باستخدام التفحيط. اضغط زر التفحيط أثناء تنفيذ الانعطاف الحاد. لتسارع توربيني أثناء التفحيط انتظر حتى يصبح دخان السيارة أسود ثم اضغط زر التفحيط. إن انتظرت أكثر من اللازم ستسمع صوت فرقعة وستفقد فرصتك بالتسريع. لتجاوز انعطاف حاد أو تغيير اتجاهك بسرعة استخدم التفحيط عبر الاستمرار بضغط زر الفرامل أثناء الانعطاف. تهانينا على فتح منطقة جديدة ستعثر على 4 مضامير جديدة. بالتوفيق. أولاً، اجمع القطع الأثرية لتتسابق. لا تمتلك مفاتيح الزعماء الأربعة لفتح الباب. اهزمهم لتحصل على المفاتيح وعد إلى هنا لمسابقة أوكسايد عند جمعك للمفاتيح الأربعة. إن جمعت 4 عملات CTR من هذا اللون ستدخل بطولة الجوهرة. أحرز أكبر عدد من النقاط في السباقات لتفوز بجوهرة. تهانينا، لقد ربحت للتو أول عنصر تخصيص لك. يمكنك تخصيص شخصيتك وسيارتك في قائمة الإيقاف المؤقت. أهلا بك في طور المغامرة. يمكنك التنقل في المنطقة وتحسين القيادة لديك. تمثل النقاط والنجوم على الخريطة منصات الانتقال للسباقات، وتوهجها يدل أنها مفتوحة للعب. لدخول مضمار السباق خذ إلى منصة الانتقال التي بها دوامة وستأخذك إلى خط انطلاق المضمار. فز بالمركز الأول لتأخذ الكأس. كلما اكتسبت كؤوسا فتحت مضامير أكثر. حظا طيبا وقد بمهارة. ستحتاج لمفتاح الزعيم لفتح الباب. كي تسابق الزعيم فز في المضامير الأربعة. اهزم الزعيم في السباق وسيكون المفتاح جائزتك. لدخول هذا المضمار اجمع العدد المطلوب من الكؤوس لتشغيل منصات الانتقال. للحصول عليها تسابق في مضامير مفتوحة وفز بالمركز الأول. هذه شاشة تحميل الحفظ. هناك 5 منها في كل قسم من العالم. لحفظ أو تحميل لعبة يمكنك الذهاب إليها عبر القيادة نحو الشاشة ثم اتبع التوجيهات. ستحتاج لمفتاح الزعيم لفتح هذا الباب. كي تسابق الزعيم فز في المضامير الأربعة. اهزم الزعيم في السباق وسيكون المفتاح جائزتك. لتواجه الزعيم فز بالمركز الأول في السباقات الأربعة لهذه المنطقة.
كلما جمعت فاكهة الوابا تزداد سرعة سيارتك. جمعك لعشر فواكه وابا يمنحك قوة الفاكهة ويقوي وحدات الطاقة. لو رأيت متفجرات على رأسك ابدأ بالقفز على الفور. إن نفذت عدداً كافياً من القفزات سيسقط عن رأسك صندوق المتفجرات قبل انفجاره. اكتسب التسريع عبر القفز والهبوط. كلما بقيت في الهواء ستحصل على تسريع عند الهبوط. لتسريع أكبر استخدم زر القفز في الهواء قبل المنحدرات. اجمع كل الكريستالات في الحلبة قبل نفاد الوقت. هناك جائزة إن جمعتها كلها. اجمع الأحرف سي تي وآر في كل مضمار وفز بالمركز الأول للفوز بعملة سي تي آر. انتبه، بعض الأحرف يصعب إيجادها. أكمل السباق سريعاً عبر الانطلاق وكسر صناديق الوقت. عند كسر الصناديق سيتوقف الوقت. أكمل السباق في وقت قياسي واحصل على قطعة أثرية. يمكنك تجاوز المنعطفات بالتفحيط. اضغط زر التفحيط أثناء تنفيذ الانعطاف الحاد. لتكتسب سرعة أثناء التفحيط انتظر حتى يسود دخان سيارتك ثم اضغط زر التفحيط. إن انتظرت كثيرا ستسمع صوت فرقعة وسوف تفقد تسريعك. لتجاوز انعطاف حاد أو تغيير اتجاهك بسرعة استخدم التفحيط بضغط زر الفرامل أثناء الانعطاف. هذه المنطقة الجديدة. هنا ستعثر على أربعة مضامير جديدة. بالتوفيق. أولا قم بجمع القطع الأثرية لتبدأ السباق. احصل على مفاتيح الزعماء الأربعة لفتح الباب. اهزمهم لتحصل على المفتاح. وعند جمعك للمفاتيح عد إلى هنا لمسابقة أوكسايد. إن جمعت أربعة من السي تي آر من هذا اللون ستدخل بطولة الجوهرة. احرز نقاط كبيرة في السباقات الأربعة للفوز بجوهرة. تهانينا، ربحت للتو أول عنصر تخصيص لك. يمكنك تخصيص شخصيتك وسيارتك في قائمة الإيقاف المؤقت. سئم بابو من المخلوقات التي تقود ببطء. بابو سيسبق الجميع ببطنه الكبير ويثبت أنه الأسرع في العالم. بابو يقود بسرعة يا شارب الحليب. بابو ليس على طبيعته اليوم. ربما لم يأكل بابو الفول على الإفطار. أنت سريع بالنسبة لحجمك الصغير. المفتاح سيساعدك. ف
فأوكسايد مشكلة أكبر بالنسبة لك، ليس كبيرا مثلي، لكنه حاد الطباع. حسنا، هزمت جميع المتشابقين على هذه المطاوير، لكن سوف ترى لما أنا أكثر متشابق يخافونه في هذا العالم. سأستحق مواجهة أوكسايد بعد هزيمتك وتشويه سمعتك. هيا فلنتشابق. لست بطيئا كما ظننت، لقد فاجأتني حقا. إليك المفتاح كمكافأة، لكن أعتقد أنك لست سريعا لتهزم أوكسايد. سوف نفقد كوكبنا، وسيكون ذلك بسببك أنت. أتسمي هذا سباقا؟ أنت مخبول. إن كنت ستسابق أوكسايد فلتتجاوزني أولا. أنا بطل السرعة هنا، وكما يقول دب المال السمين، سأنقذكم بمقابل بسيط. حسنا، لقد هزمتني بكل جدارة. لن تكون محظوظا هكذا مع أوكسايد. المفتاح لتعويضك عن متاعبك. أصلا عادي. أخيرا تمكن المخلوق الأرضي الوضيع من جمع كل الكؤوس ليكون بطل العالم. ما الذي أخرك كل هذا؟ الآن سنرى من هو المتسابق الأسرع بيننا. أنك هزمتني، أنا لا أهزم أبداً. يا للعار، سأكون محل سخرية الجميع في جازموكسيا. لا بأس، سيبقى كوكبكم التعيس أخضر وجميلاً. على الأقل لم تحصل بعد على جميع القطع الأثرية الزمنية. إن لم تحصل عليها كلها وتهزمني مرة أخرى في السباق، لن يكون بإمكانك اعتبار نفسك الأسرع. لن تكون هذه المرة الأخيرة التي تواجه فيها نيترو أوكسايد، وسنلتقي مجدداً. حسناً، لقد عدت وقد جمعت كل قطعي الزمنية. أنا منذهل. حسناً، لقد حان الوقت لألقنك درساً في السرعة. سيكون هذا السباق الحاسم. هزمتني ثانية. الآن علي العودة إلى جازموكسيا كفاشل كبير. بدأت أصبح أبطأ مع تقدمي في السن. نفد صبري، انتهيت من خوض سباقات مع مخلوقات الكون المتخلفة. احتفظوا بكوكبكم البائس. سأرحل من هنا إلى